هذا يا أخي يقول قول القائل لا يدخل الجنة أحد بعمله، يا أخي ما هو بالقائل، اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا يا رسول الله، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. العمل سبب لدخول الجنة وليس هو الثمن، ليس هو ثمن للجنة، الجنة فضل من الله، وإنما العمل الصالح سبب فقط.